استاذ محمود صبري، عندنا اكتر من خبر. طبعا الاخبار السريعه جدا، كثير منها طبعا ليس من الاخبار الرياضيه، ولكن مهم ان حضرتك معانا تقول تعليقاتك على هذا الامر يعني، ونسمع رؤيتك لهذه الاخبار. مستشار الصحه العالميه او مؤلف الصحه العالميه يحذر من استئناف المباريات بجمهور قبل الخريف. رئيس قسم الاخلاقيات الطبيه والسياسه الصحيه بجامعه بنسلفانيا ومستشار منظمه الصحه العالميه يحذر من اعاده أي فعاليات رياضية بحضور جماهيري غفير حتى خريف 2021. رأي حضرتك إيه؟ هو في البداية بس اسمح لي بس إن أنا يعني نعزي أنفسنا، نعزي طبعًا يعني طبعًا شرطتنا وجيشنا، ويعني الحادث اللي حصل امبارح الرائد محمد الحوفي يعني إن شاء الله من الشهداء بإذن الله تعالى، بإذن الله. وربنا يلهم أهله وزوي الصبر، ولكن هي دي هم دول الابطال، وهو ده الدور اللي هم بيقوموا بقد ايه بيضحوا بحياتهم، وزي ما احنا شايفين يعني ربنا يكون بعون اسرهم اللي محتاجين مسانده في ظرف صعب زي كده. عاوز اقول كمان لازم احيي كمان الامن في اسيوط على اللقطه المهمه اللي جدا ممكن ما حدش خد باله منها، اللي هي تم ضبط سياره اسلحه كبيره جدا امبارح، يعني في الامن يعني لا تنام ساهرة على حماية مصر. بقول لهم تستحقوا كتير جدا، تستحقوا يعني لو فتحنا الكلام وتكلمنا نقول هم دول الأبطال الحقيقيين اللي بيعملوا شغل، محدش بياخد، مش نجوم واخدين كل الشهرة، لكن هم دول النجوم الحقيقيين، الناس بتحس بيهم. عايز أقول حادث الأميرية امبارح يعني محدش كان يتوقع الخسة والندال، انتصر الأمر في ظل ظروف دي يكون في كمان من يرتب ويخطط لأعمال إرهابية أو تفجيرات، عملية إرهابية وتفجيرات والكلام ده، ده دليل على أنه يعني نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء. الحمد لله أن جهاز الشرطة ورجال وزارة الداخلية يعني ضربوا ضربة استباقية مهمة جدا لضرب هذا المخطط، من خلال طبعا الاعتماد على معلومات دقيقة جدا. أكيد لا أكيد أكيد لا يعني هم مدركين وعارفين، والدروس اتعلموا منها يعني في السابق ازاي في مواقف بيتم استغلالها بصوره باخرى. انا عايز اقول انه من يعني من وجهه نظر هم دول الابطال الحقيقيين، دول اللي استحقوا كتير من توجيه الشكر ليهم، والشكر مش كافي. رحم الله الشهيد، وكمان ربنا يشفي المصابين ان شاء الله باذن الله تعالى تعدي المرحله دي ان شاء الله. التضحيات مستمره زي ما حضرتك قلت، كان سبقها الكثير وستكون هناك الكثير من التضحيات من اجل هذا الوطن دايما. كل العاملين في القطاعات الاكثر خطوره اللي هي على خط النار وفي الخطوط الاولى للمواجهه مع المخاطر لحمايه هذا الوطن ولحمايه مصر والمصريين ان شاء الله.